ساندريلا! ساندريلا! أنا قادمة! إنهما لا تشبهاننا على الإطلاق، فنحن أجمل منهما بكثير. ابتسامينة هنا! اهدئي يا آنستي، فهذه خطوط أولية فقط ولا يزال علي وضع الألوان. ها أنا ذا! خالتي، أتيت بالشاي لكم. ساندريلا، أين وجدت هذا الشاب؟ إنه غير كفء ولا يمت للفن بصلة. قابلته في ساحة المدينة وقد رسم لوحات رائعة، فاعتقدت أنه فنان عظيم. كان علي ألا أثق بأحكامك المطلقة، فأنت فتاة متهورة. هيا اذهب من هنا. سنبحث عن رسام آخر يتقن تفاصيل الفن الحقيقي ويعرف كيف يستخدمها لإظهار جمال ابنتي الرائع. علينا الإسراع حتى نتمكن من إرسال اللوحة إلى النبيل. أظن أنه سيعجب بها كثيراً. أكيد، وستفوزين بلقب النبيلة، وسيتحدث العالم عن جمالك وعن الفنان الذي جسد هذا الجمال في لوحاته. انتظر أرجوك يا سيدي. ماذا تريدين؟ أنا آسفة جداً لأن الأمور سارت هكذا، إنهن غير محقات. لا تكترثي، إنهن فتاتان مغرورتان فحسب. أليس هذا العمل للرسام العالمي زوري؟ هل تعرفه؟ نعم، فكل فنان يحلم بأن يصبح عبقرياً مثله. هذه اللوحة تحفة فنية حقيقية، هل تعلمين؟ لقد أصبحت رساماً بفضل لوحة مشابهة لهذه، رأيتها عندما كنت صغيراً. هذه اللوحة كانت المفضلة لدى والدتي. مثل هذه الأعمال لا يمكن أن توجد الآن. منذ صغري وأنا أتمنى الالتقاء بالفنان زوري، هل تخبروني أين أجده؟ سمعت أنه يعيش وحيداً في قلعة قديمة تقع على قمة جبل مرتفع بالقرب من الشلال وعلى الجهة الشمالية من قلعة الحاكم. شمالية قلعة الحاكم؟ لوحة لشارل؟ إنها أفضل طريقة لجعل ابن شارل يدرك أنه الحاكم المستقبلي، لكن مما يؤسف له أن الفنان الذي رسم لوحتي هذه قد تقاعد ولا أعرف رسامين بارعين آخرين. لا عليك يا سيدي الحاكم، فأنا أعرف رساماً بارعاً في فنه لكنه غريب الأطوار، فهو لا يغادر مرسمه على الإطلاق. إذا شئتم يا سيدي أستطيع اليوم مرافقة النبيل شارل إلى ذلك الرسام. أعتمد عليك في هذا الأمر يا دوق زارال. هذا شرف كبير لي يا سيدي. هل طلبتني يا أبي؟ اذهب يا بني مع زارال، فهو يعرف رساماً بارعاً. أريد أن يكون لك في هذه القلعة لوحة جميلة. مع الدوق زارال؟ لننطلق أيها النبيل، فرسم اللوحات يستغرق وقتاً طويلاً. معك حق، فزارال شخص غير مأمون، سأتبعك. أنا واثق بأنه يخطط لمكيدة ما ولا ينوي الخير، لنجد طريقة نبقى فيها خارج شبكته. أنا سعيد جداً برؤيتك أيها الرسام زوري. أهلاً بك يا سيدي الدوق. أريد منك أن تبقيه أطول مدة لديك حتى أنتهي من خطتي. هل تتوقع أنني سأوافق على خطتك مقابل مبلغ تافه كهذا؟ والآن هل يكفي هذا المال؟ أريد منك تنفيذ الخطة التي تحدثنا عنها، في أثناء ذلك سيقوم رجالي بالاستيلاء على القلعة. حسناً، أنا موافق. ما هذا؟ لا أحد؟ أشم رائحة إنسان؟ اللوحات جميلة ورائعة، ترى لماذا يوجد الكثير منها في هذا المكان؟ لا أعرف الكثير عن الرسم، ولكن هناك شيء غريب يحدث هنا. ماذا تقصد؟ من أنتم؟ آسفة، أود التكلم مع السيد زوري من فضلك. أنا هو، لكني مشغول جدا، ليس لدي وقت أضيعه أيتها الشابة. يبدو من مظهرك أنك لا تملكين قرشا،
وفي هذه الحالة لست مهتما بالتحدث معك. أرجوك يا سيدي، لقد جئت من أجل تكليفك برسم صورة. ألديك 100 قطعة ذهبية؟ 100 قطعة؟ إذا كنت لا تملكين هذا المبلغ فاذهبي. سيدي، يوجد لوحة من لوحاتك القديمة في منزلي، كانت المفضلة لدى والدتي وهي المفضلة لدي أيضا. من أجل هذا جئت إليك لترسم لوحتين لأختي، لكنني لا أملك كل هذا المال. أسفة لإزعاجك. انتظري، أريد أن أرى وجهك في الضوء. لديك وجه جميل، لا أعتقد أنني رأيت جمالا كهذا طوال حياتي. أخبريني، ما اسمك أيتها الآنسة؟ اسمي ساندريلا أيها السيد. حسنا يا ساندريلا، سأرسمك. ماذا؟ سترسمني؟ لابد أن هناك خطأ ما، فأنا لا أملك 100 قطعة ذهبية. ها؟ لا أريد منك نقودا. زوري سيرسم لوحة لي، أنا لا أصدق هذا يا بيلوس. لا تتحركي. حسنا. قلت لا تتحركي. آسفة. هل أنت بخير يا ساندريلا؟ لا تقلق يا بيلوس، تعبة فقط. ما الذي يحدث؟ أشعر بالإنهاك وأريد أن أنام. استيقظي يا ساندريلا، ما بك؟ ما الذي حدث؟ ساندريلا دعها، فأنا لم أنتهي من عملي بعد. توقف، أرجعها إلى هنا أيها الكلب. إن جمالها متميز جدا، يجب علي أن أرسمها. هيا أعدها. توقف، لا يمكنك أن تأخذها أيها الحيوان. أريد أن تبدأ بالتنويم المغناطيسي يا زوري، وإلا سأبحث عن شخص غيرك. حسنا حسنا. أخبرني ما الذي حدث يا بيلوس. ليتني أستطيع، لكنني لا أفهم شيئا. استسلمت للنوم بينما كان يرسم لوحتها. لنبحث عن أحد يساعدنا في إيقاظها. هيا. انظروا هناك سيدة بولت. فتاتي الحلوة، كيف حالك؟ ما الذي حصل وكيف جئت إلى هذا المكان؟ تذكرت، لقد شعرت بالتعب عندما كان زوري يرسم لوحة لي. زوري؟ هل تقصدين زوري ذلك الرسام الشهير؟ حسناً، لقد فهمت الآن كل شيء. زوري لا زال يلعب اللعبة القذرة نفسها. ترى ما هي خطة زارال الجديدة؟ لماذا أحضرني إلى هنا؟ وما علاقة هذا العجوز بالأمر؟ زارال، وجودك هنا ليس ضروريا، من فضلك اتركنا وحدنا. حسنا كما تريد أيها الرسام. لا تتحرك. لقد بدأت أشعر بالتعب، يا إلهي ماذا أفعل؟ منذ عدة سنوات عزل زوري نفسه في هذا المكان وبدأ بدراسة التنويم المغناطيسي. يقول إنه يبدع في لوحاته عندما يكون المرء الذي يرسمه غائبا عن الوعي، ويقال إنه يحتفظ بكل لوحة يرسمها ولا يعيدها لصاحبها الذي يكون قد دفع له الكثير من المال. الآن فهمت لماذا يعلق لوحات جميلة بل وكثيرة على جدران منزله. لكن هل تعلمين يا ساندريلا أن زوري لم يكن يرسم مقابل المال، مع أنه كان رساما عبقريا مذهلا. عبقريا؟ نعم. انتظروا هنا، أما أنا فسأذهب للبحث عن لوحتك يا ساندريلا. كوني حذرة. لا تقلقي، سأكون بخير.
سيد زوري، أين أنت؟ إنه مشغول جداً الآن، فهو يقوم برسم لوحة. هل أنت ضائعة يا سيدة؟ أستطيع أن أساعدك. أعرف هذا الشخص، من هو يا ترى؟ تذكرت، إنه دوق زارال. لكن ماذا يفعل في قلعة زوري؟ لا، لست ضائعة، جئت لأزور صديقي القديم، فقد كنت في الجوار وفكرت في أن أجعلها مفاجأة. صديق قديم؟ حسناً، من هذه السيدة؟ كانت لنا ذكريات رائعة في الرسم، أرغب في الإطمئنان على صحته بعد مضي هذا الوقت الطويل على غيبة عنه. إلى أين تذهبين؟ هيا عودي إلى هنا أيتها السيدة. النبيل شار. ماذا تفعل أيها السيد؟ اتركني. رائع، بإمكانك المكوث هنا بعض الوقت يا سيدتي. لماذا سجنتني هنا؟ هذه ليست طريقة لمعاملة الزائرين. النجدة، أنا واثقة بأن زارال يدبر مكيدة ما، وقد جاء بالنبيل شارل إلى هنا من أجل التخلص منه نهائيا. يا إلهي، ماذا سأفعل؟ كيف سأخرج؟ هيا تعال وساعدني يا بيلاس. سيدة بولت. إنها تناديني. أهي في خطر؟ نعم أعتقد ذلك. بيلاس انتظرني، أنا قادمة. ساعات قليلة وينتهي كل شيء في القلعة. أخيرا سأصبح حاكم هذه المدينة، ولن يعيقني شارل في تحقيق مآربي. انتظر يا بيلوس، إلى أين تذهب؟ الوقت الآن ليس مناسباً للعب. إنه النبيل شارل. زوري يبدع في لوحاته عندما يكون المرء الذي يرسمه غائباً عن الوعي. إنه غائب عن الوعي ولا يعرف ماذا يجري له. من أنت؟ أظن أنني رأيتك من قبل أيتها الفتاة. سيد زوري. سندريلا، آسفة بشأن ما حدث، لكنني كنت متعبة، بإمكانك أن تنهي اللوحة الآن. حسنا، انتظري الآن في الخارج أيتها الفتاة. هذا مستحيل يا سيد زوري، أنا الآن بكامل قوتي ونشاطي. لا تحدثي ضجة أيتها الصغيرة، فزوري يحب الهدوء. هيا اذهبي. اتركني. لا علاقة لك، في مرسمي أنا الذي أقرر ما الذي علي فعله. عليك المحافظة على الهدوء يا سيد زوري، وإلا انقلب كل ما فعلناه رأسا على عقب. هل نسيت أنني أعطيتك مالا كثيرا لإنجاز العمل اليوم؟ زوري، ماذا حدث؟ أنا لا أحب أن أتلقى أوامر من أحد يا زارال. اجلسي يا سندريلا، سأنهي لوحتك. أنت عنيد. النجدة، هل من أحد يخرجني من هنا؟ نحن هنا. هذا أنت يا بيلوس؟ بيلوس، بوليت، أين أنتما الآن؟ بيلوس، نفذ كل ما سأقوله لك. اذهب أولاً إلى زوري وخذ اللوحة التي كان يرسمها لنبيل شارل، ثم ارمها في النهر. اعمل على تضييع الوقت حتى يستيقظ شارل من التنويم المغناطيسي، وبعد ذلك حاول أن تجد عصاي لأقطع بها هذه الحبال التي تقيدني. هيا بسرعة، سنعطيها العصا. ساعدوها بسرعة. من أين جاء هذا الكلب؟ سندريلا، استيقظي، تخلص من الكلب يا زارال. ما هذه الضجة؟ توقف أيها الكلب، إلى أين تأخذ اللوحة؟ قلت لك توقف، توقف أيها الكلب. هيا نامي، نامي، سأرسم لك أجمل لوحة في العالم. توقف أيها الكلب، نحن لم ننتهي من اللوحة بعد. قلت لك توقف، ماذا تفعل؟ لماذا أتلفتها أيها القدر؟
يا إلهي ساندريلا، ماذا تفعلين؟ استيقظي يا ساندريلا، هيا انهضي هيا. ستكون أجمل لوحة أرسمها في حياتي، سأحتفظ بها لنفسي. ماذا تقصد؟ سأعلقها في قلعتي ضمن لوحاتي الرائعة. هذه يا عساكي، سنرميها من تحت الباب. شكرا يا شوشو، شكرا يا بانجا. اكتشفت خطتك أيها العجوز، ولن أدعك تسرق المال. اكتشفت ذلك متأخرا، لكنك لم تعلم بعد بالمؤامرة التي تحاك ضدك يا مسكين. أتمنى أن تبحث الآن عن الحقيقة، وأن تدعني أنتهي من رسم لوحتي الجميلة قبل استيقاظ هذه الفتاة. أعد اللوحة. استسلم يا زوري، لا يمكنك الهرب. لن تأخذ اللوحة. انتظر. لقد أضاع المطر تعبي كله وأتلف ألوان لوحتي الرائعة. شارل، أسرع إلى القلعة قبل أن ينتهي زارالو من تنفيذ خطته. كلام السيدة صحيح يا شارل، هيا بنا. سيدة بوليت، سيدة بوليت، أين النبيل شارل؟ إنه بخير، ذهب ليتفقد أحوال قلعته. الحمد لله. كان زوري فنانا ماهرا يرسم لوحات كثيرة لأشخاص أغنياء وفقراء، وموهبته أصبحت محط إعجاب الجميع. كان محبوبا من الناس كافة، فقد رسم الأغنياء مقابل مبالغ زهيدة، ورسم الفقراء دون مقابل. كان يقول دائما إن الفن لا يقدر بثمن، وإنما بمحبة الناس واحترامهم، وظل هكذا حتى جاء ذلك اليوم الذي مرض فيه ولده الصغير مرضا شديدا، ولم يستطع أن يأتي بالدواء، فهو غال جدا. ابتعد الناس عنه ولم ينظر أحد إلى حالته، وهكذا تراجعت حالة ابنه الصحية ومات بين يديه. هذه الحادثة كانت الضربة القاسية التي تلقاها زوري، وبعدها غير أسلوب حياته، فجاء إلى هذه القلعة المهجورة وتعلم التنويم المغناطيسي الذي بدأ يمارسه على كل شخص يرسمه، وبدأ يطلب الأموال الكثيرة مقابل عمله، ويقول إن الناس جميعا شاركوا في موت ابني لأنهم جميعا رفضوا مساعدتي. مسكين، لكن الشفاء بيد الله وحده. سيد زوري، أعتقد أن هناك الكثير من الناس ينظرون إلى الفن على أنه شيء مهم لا يمكن العيش من دونه، لذلك أرجو أن توافق على رسم لوحة جديدة لي. ماذا؟ تطلبين مني أن أرسمك ثانية بعد أن علمت بالأمر كله؟ حكايتك ذكرتني بأهم شيء في الحياة، وهو ضرورة التسليم لله دائماً. ساندريلا، المطر الذي هطل فجأة ساعد زوري على غسل التشاؤم من حياته. هيا يا زوري، ارسم كما كنت ترسم من قبل، بدفء وأمل وحياة. شكرا، أعدتما إلي الأمل.